الفيلم اللي احنا الآن هنسمع الأغاني بتاعته هو فيلم رصاصة في القلب، والفيلم ده له ذكريات خاصة بيا لأنه جمعني في بيت واحد مع أصدقاء أعزاء على نفسي، هما الأستاذ توفيق الحكيم، الأستاذ نجيب الريحاني، الأستاذ كامل الشناوي. لأني أنا كنت ساكن في حتة اسمها العباسية، وهي قريبة من الصحراء، وكنا في أثناء الحرب سنة يمكن 42 أو 43، وكان الألمان والطليانة باستمرار يضربوا الجيوش والعتاد الموجود في هذه الصحراء، وأنا كان بيتي جنب الصحراء، فكنت باستمرار مضطر بمجرد ما تضرب صفارات الإنذار إني أنزل تحت خالص، وأنا بيتي كله عبارة عن 3 أدوار، فتعبت من النزول باستمرار تحت وبالشمع ومش عارف إيه، فتعبت جدا، فقلت أتنقل في عمارة تكون طويلة جدا مكونة من 12 دور 13 دور 14 دور مثلاً، وأسكن في أول دور أو تاني دور، بحيث إن القنبلة إن شاء الله كده يوم ما تقع على العمارة من فوق يبقى هتاخد، قبل ما تنزل لي هتاخد لها 6 7 أدوار، تكون يعني إيه نزلت خفيفة شوية عليا، ما هيش تقيلة يعني. فرحت الإموبيليا وسكنت فعلا في تاني دور، ولقيت بالصدفة الجميلة إنه نجيب الريحاني ساكن في الأموبيليا، وعلى بعد خطوات مني في بنسيون ساكن توفيق الحكيم وكامل الشناوي، وكان يميها هو رئيس تحرير لجريدة الأهرام، فكنا بنحط ففكرنا في هذه الرواية، وقلت لتوفيق الحكيم اعمل لي الرواية وتعمل لي حوار جديد لهذه الرواية، لأن الرواية دي كانت طلعت في كتاب من ضمن روايات قصيرة. قلت له لا، دي عاوزة بقى تتفرش لمدة 2 ساعة، فلازم تعمل لي بقى حوار آخر. قال لي أيوه هعمل لك حوار، وإنت بقى مسألة الأغاني دي بقى إنت اللي تقرر تتحط فين، أنا ماليش دعوة بالأغاني. قلت له لا، بس إنت ماليش دعوة، وأنا عاوز أعمل حاجة جديدة يا توفيق. قال لي إيه؟ قلت له أنا عاوز أعمل حاجة تقريباً زي الأوبريت، وتعمل لي الحوار زي ما انت عاوز، وانا حاجي على مواقف معينة واختار مواقف بحيث انها لو اتشالت من الرواية يختل السياق بتاع الرواية. فحطيت ايدي على موقفين، موقف ازاي عبد الوهاب شاف البنت اللي عجبته وازاي صرح لها بهذا وعرفت ان هو شافها ساعة ما كانت بتاكل جلاس وتدوب في قلوب الناس زي ما قال توفيق الحكيم، واخترته عشان اعمل حكيم عيون المعروفة. وجيت في موقف تاني اللي هو الموقف اللي كانت البنت محتارة فيه، طيب أنا بظهر حبي أو بظهر إعجابي لهذا الشخص، وهو ليه بيهرب مني؟ ما هيش عارفة تحط إيدها على السبب بشكل قاطع، لغاية الديالوج اللي بيني وبينها برضو اللي هو بيبتدي يقول لي شيء عن أحوالك، ويقول لها أقول لك إيه عن أحوالي، ويتعرف من هذا الديالوج انه انا بحبها فعلا، وانها تكتشف انه هو مش راضي يعني يمشي في طريق هذا الحب لانها خطيبة لصديقه، وانه هو شخصيته وضميره يأبى عليه بانه يخطف واحدة من خطيبها. الموقفين دول يلاحظ ان انا اتكلمت فيهم كلام، يعني بقت الموسيقى ماشية وأنا بتكلم، وعلى عهد التوفيق الحكيم مش على عهدتي
قال لي على إنه لأول مرة في تاريخ الموسيقى في العالم حصل إنه واحد يعمل أغنية يتكلم شوية ويغني شوية، أو ساعة ما يتكلم بتكون فيه موسيقى مصاحبة له من ورا، ويرجع يغني ويرجع يتكلم ويرجع هي تتكلم. دي حاجة ما كانتش موجودة في الموسيقى، لأنه ده اتعمل سنة يمكن 44، وما كانش فيه حتى في أوروبا، ما كانش فيه هذا المعنى. أول أغنية هنصادفها هي أغنية انسى الدنيا. انسى الدنيا أغنية مرحة، المفروض فيها تتقال في منتهى السعادة والهناء، لأنها انسى الدنيا وريح بالك، وهي من تأليف الأستاذ مأمون الشناوي. في هذه الأغنية شطرتين من أحب الجمل لدي. الجملة الأولى اللي بتقول: يلي دموعك لحبايبك قولي ابتسامتك تبقى لمين؟ والشطرة التانية اللي بتقول: يا عاشق الليل لسواده فايت لمين عشق نجومه؟ الأغنية دي أول مرة أدخل جيتار في أغنية، واللي شاهد الرواية هيحس على طول بأن سامية جمال في حتة من الحتت، وهي كانت مع الفتيات اللي ملمومين حواليا وأنا بغني إنسى الدنيا، خدت مخدة كده من باب الدلع ومسكتها وضربت عليها كده، فطلع صوت جيتار. أنا ده أول مرة دخلت فيه جيتار، وفضلت بقى مع الزمن أكتر شوية بشوية الجيتار لغاية ما أصبح بقى آلة أساسية في الفرق المصرية أو في الغناء العربي. انسى الدنيا وريح بالك، انسى الدنيا وريح بالك، واوعى تفكر في اللي جرالك، واوعى تفكر في اللي جرالك. انسى الدنيا، انسى الدنيا، انسى الدنيا. لحبايبك قولي ابتسامتك تبال مين؟ اوعى الغرام يشغل قلبك، ده لسه في العمر سنين. مين الهنايب قصاد تشغلوا عنه همومه؟ مين الهنايب قصاد تشغلوا عنه همومه؟ عاشق الليل لسواده فايت لميت، فايت لمين عاشق تشغل بالك؟ مين يرحم حالك؟ مين تشغل بالك؟ مين يرحم حالك؟
اللي احبه حواليا مين زي في الدنيا تهنى حتى النجوم ملك دايا ادي النعيم ادي الجنة دوق الجمال واتمتع بيه من قبل ما يتبل ويزول ووعي فوت يوم تحزن فيه واسهر ده بكرة النوم حيطول النوم حيطول ليه تشغل بالك مين يرحم حالك هنسمع دلوقتي ديالوج حكيم عيون اللي فيه رأية إبراهيم بتغني، والواقع هي مش بتغني، بتغني ولا بتغنيش، يعني هي قوالة، نقدر نقول عليها قوالة لكن مش مغنية، يعني ما هيش مغنية تقفل وتطرب وبتاع، لكن أنا لقيت فيها إنها تقدر تديني المعنى، صوت رشيق، ألفاظ عذبة لطيفة، دمها خفيف في الغناء، يمكن يكون صوتها في شيء من الأوروبية شوية، نحس كده بأنها صوت بيرتعش كده ارتعاشات المغنيات الأوروبيات، لكن قدرنا على قدر الإمكان نخليها تقول بعض جمل مفهومة واضحة من حيث اللحن، وإن دي كانت برضو من ضمن الخطوات اللي حبيت أقول فيها إنه مش ضروري أنا أجيب مغنية عشان خاطر أقدر أعمل عمل فني، لا، ممكن مدام أنا أقدر وأستطيع إني أفهم هذا الصوت وأديله الحدود اللي يقول فيها أقدر أنتفع بيها وننتفع بيها ونعمل عمل فني. أنت بتقول إنك حكيم مش عيان؟ لا، عيان. عيان بإيه؟ وأنا مجنون أقولك أنا عيان بإيه وحاسس بإيه؟ إيه مالك؟ سنتي بتوجعك؟ فين 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 فين؟ أنت بتدور على إيه هناك؟ سنتي هنا. بدور على الدواء. أنت لازم لك واحد دكتور حالا. أنت مش بتقول إنك دكتور؟ أيوة صحيح. افتحي بقك. فين السنة دي؟ أولاً أنا مش شايف غير صفين لولي. أنت يلزم لك واحد جواهرجي مش واحد حكيم. لا أرجوك، سنتي بتوجعني، شوف لي أي علاج حالاً. أصلاً أنا بس مش حكيم أسنان. إيه؟ أمال حكيم إيه؟ حكيم عيون أفهم في العين وأفهم كمان في رموش العين حكيم عيون أفهم في العين وأفهم كمان في رموش العين أعرف هواهم ساكن فين وأعرف دواهم يجي منين قسيت كتير منهم وقريت كتير عنهم. اسمع يا دكتور، أنا أعرف إن الألم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجة ساقعة. علشان تحرمي تاكلي جلاس وتدوبي في قلوب الناس. وعرفت
جبت منين؟ ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك. حكيم روحاني حضرتك. طيب اقرالي اللي في قلبي واحكيلي عليه. اللي مكتوب فيه بيخوف ما اقدرش احكيه. بيخوف مين؟ بيخوفني. انت كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي. يا ريتني صحيح اقدر اكشف قلبك واساله عاللي في بالي. تساله عن ايه؟ عايز اعرف ان كان مشغول ولا خالي. شيء ما يهمك شيء. ما يهمنيش ازاي؟ طب ما تعيط شيء. عندي سؤال لو تسمحي اقدر اقولهولك؟ اوي. في يا ترى شخص يهمك شغلك ومشغول بقلبك؟ فيه يا ترى شخص يهمك شغلك ومشغول بقلبك؟ والشخص ده موجود هنا؟ يعني انت عارفة مش كده؟ والشخص ده شايفاه دلوقتي قدامك؟ بالطبع لا. زعلت مني ولا ايه؟ ابدا. هو حزعل منك ليه؟ دلوقتي بس صدقتك، خدعوني قلبي وعنيا، واللي انكتب جوا في قلبك اتري لغيري مش ليا، اتري لغيري مش ليا، مش ليا. تيجي بعد كده أغنية مشغول بغيري. مشغول بغيري هي أغنية بقى يعني تقريبا رصينة، أغنية طرب، أغنية عربية من حيث التأدية، من حيث اللحن، اللحن الهادئ اللي بيبقى فيه الشجن المصري أو الشجن العربي أو شجن الغناء العربي على وجه العموم يعني. مشغول بغيري وحبيته، مشغول بغيري وحبيته، يا ريتني ما كنت رأيته مشغول. بونجور بونجور.
صورت جنة من الأحلام وغبتها وسني وداني وسبت قلبي الشارد دام في جنة الحب اطلب ألف إسعاد بطيف ويقضي عمر راضي أراضي بهواء وفضلت أتمنى أعشق وأتمنى أتى بطيري لايف بغيري وأنت يا قلبي حبك وحبي للي لقيته بيحب غيري مسكين يا قلبي حيران لانت حتقدر يوم تفلى وتداوي جرحك بالنسيان ولا حترضى تبوح بهواء ولا حترضى تبوح بهواء بعد اللي نابك بعد اللي نابك بالحرمان مسكن يا قلبي مظلوم في حبي للي بحبه ويحب غيري للي بحبه ويحب غيري بعد كده هنيجي في أغنية كانت بالنسبة لي ورطة وحوسة كبيرة جدا وهي المية تروي العطشان. كان لازم أقعد في بانيو ولازم أخد حمام لأن اللي حبيتها وصرت أنا ساعة ما الراجل صديقي قاعد بيقول ده أعصابه تعبانة قامت هي قالت لي بلؤم وبخبث وبمكر لذيذ ممتع من فتاة باخد لك حمام فالكلمة دي علمت فيا فأنا كواحد حبيتها بأنفذ كل ما قالته فروحت كده مدلوق كده ورحت على الحمام وفتحت البانيو وأنا عمري
يعني ما فتحت البانيو بهذا الشكل لأنه عشان ياخدوني في بانيو لازم يكون الباب مفتوح ولازم تكون الكاميرات المصورة على باب الحمام ويكون الحمام كله مفتوح ويكون كل الجماعة اللي بيشتغلوا معانا واقفين المخرج ومساعد المخرج والمصور ومساعد المصور والكهرباء وحكاية وهيصة. طيب وأنا راجل أما باخد حمام بيتقفل الحمام ويتقفل البيت كله وحتى الباب البراني بيتقفل وأخد الحمام ده في أسرع وقت مش أكتر من 15 دقائق ربع ساعة وأتكلفت وأخش على السرير فازاي أنا هقعد المدة دي. فروحنا سخنا المية وجبنا ميزان مخصوص للمية كده زي ميزان حرارة الإنسان بس ميزان خشب لغاية ما بقت حرارة المية 37 زي حرارتي ودخلت أنا في الحمام وصورت طبعا صورت في ساعة أو في ساعتين أو في ثلاثة بدرجة أني أنا خرجت كلفتوني بكذا بطانية ورحت على السرير ورحت نايم لي شوية وأخدت أسبيرين وأخدت مش عارف إيه ضد الزكام فدي كانت الحقيقة الأغنية دي كانت ورطة بالنسبة لي ولكنها ورطة جميلة وممتعة ولذيذة وفي سبيل الفن أو في سبيل إتقان شيء يجب أن الإنسان يتورط في أشياء كثيرة ويقبلها وهو مستمتع بها.
محير قلبك وعينيك ليه تشكي والحق عليك يا محير قلبك وعينيك ليه تشكي والحق عليك الدنيا تضحك حواليك اتمتع واضحك للمية المية يا سلام يا سلام يا سلام على المية. نسمع بعد أغنية المية طير والعطشان أغنية أحبه مهما أشوف منه، ودي من تأليف الأستاذ حسين السيد، وهي ملحنة على الرتم بتاع التانجو، والتانجو في ذاك الوقت كان منتشر انتشار كبير جدا هو والرومبا. وأنا في تصوري إن ده أجمل الأوقات اللي فاتت على الرأس الأوروبي، لأن هو الرأس عبارة عن إيه؟ علاقة جميلة رقيقة بين رجل وفتاة. فيوم ما يجي أنا في الرأس الجديد ده ألاقي الاتنين قاموا كانوا قاعدين في أمانة الله على السفرة، واحد وخطيبته أو واحد وزوجته، يقوموا وهم قاعدين جنب بعض في أمانة الله بيكلموا، يروحوا يتفرقوا بقى على حلبة الرقص، ده يقف في مكان ودي تقف في مكان، وعمالين يحركوا في ايديهم ورجليهم زي ما يكونوا راكبين بسكليتات ولا يشوفوش بعض، ويمكن بعد ما تنتهي الموسيقى يدوروا على بعض يندهوا على بعض. دي انا الواقع ما افهمهاش ابدا، لان الرقص هو تقديم احساس من رجل لفتاة. Men
الناس هانت عنه. بعد أحبه مهما أشوف منه حنلاقي غنية لست أدري. لست أدري من تأليف الشاعر شاعر المهجر الكبير الأستاذ إيليا أبو ماضي. ولست أدري أنا كنت أعرفها قبل ما أقرر أني أحطها في الفيلم، يعني عشتها عرفتها حبيتها من ديوان الطلاسم اللي لي أبو ماضي. فلما قررت أني ألحنها وأغنيها في الفيلم صدفتني عقبة نفسية، يعني ما هيش فنية، نفسية، عقبة كلمة هو بيقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت.
ده الكلام بيقول كده. أنا قدامي دي معرفش ليه ما هضمتهاش. يمكن العادة اللي عندنا أما بنتكلم مع بعض ونقول قدامي وقدامك ومش عارف إيه، خلتني أحس بإنها كلمة يعني كده بتتقال في كل مناسبة ما هيش هي يعني. فحاولت إني أقولها بهذا الشكل، ما قدرتش أبدا. فقلت جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت ولقد أبصرت أمامي طريقا فمشيت، وأنا أعترف بأن أمامي مكسورة تكسر، لكن أنا بكل أسف لحنتها وسجلتها كده. يعني بدي أقول أنه بتصادف في الكثير من الأحيان بيصادف الملحن كده كلام لو ما كانش يقعد مع المؤلف، ولو ما كانش هما الاثنين واحد واللحن والكلام متفاهمين ومتصادقين، وأي واحد منهم يخش في التاني، لو ما كانش كده ما يبقاش فن. يعني الفن لازم يكون فيه تداخل بين اللي بيعمل الكلمة واللي بيعمل اللحن واللي بيأدي، لازم كل دول يكونوا حاجة واحدة بتطلع فن. صرت أمامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت، كيف أبصرت طريقي لست أدري. أنا لا أذكر شيئا من حياتي الماضية، أنا لا أعلم شيئا من حياتي الآتية، أنا لا أذكر شيئا من حياتي الماضية، أنا لا أعلم شيئا من حياتي الآتية. لي ذات غير أني لست أدري ما هي، فمتى تعرف ذاتي كنها ذاتي لست أدري. ضحكي وبكائي وأنا طفل صغير، أين جهلي ومراحي وأنا غض غرير.
تسير كلها ضاعت ولكن كيف ضاعت لست أدري لست أدري هنلاقي دلوقتي أغنية حنانك بيا يا ربي. هذه الأغنية أغنية غناها بعد ما دخل شقته ونلاقي الشقة بتاعته على البلاط لأنه باع كل قطعة فيها من سرير ومن كرسي ومن كنبة ومن سجادة لا لشيء إلا الكون يدي فلوس لصديقه اللي هو هياخد حبيبته لكن هو مرتضي هذا لأنه بيتصور أنه في ذلك وفاء للصداقة ويديله الفلوس ويجوزه خطيبته وهو رايح إلى ضياع وإلى تعب وإلى ضلع. قلبي مات
شجن والدنيا فضيت علي الدنيا فضيت علي قلبي ما لاه الشجن والدنيا فضيت علي الدنيا فضيت فضيت علي. هنيجي هنا دلوقتي في ديالوج هقول لك ايه عن احوالي، وده الديالوج اللي انا بقول انه انا افصحت عن حبي لها بدل ما كنت بهرب، وهي عرفت اني انا لا يمكن هاقدم على اني اخطبها او اتجوزها، لانه مش قادر اتصور اني انا اخون صديقي في خطيبته، وهو ده الموقف اللي بيحدد الرواية فعلا. وبعد كده هي تطلع لسامي خطيبها وتقول له انا خليني معاك اكون صريحة، وانا بحب صديقك وعاوز اتجوزه، وهو كان ايضا في منتهى النبالة، فراح جابها له وقال له اهدي اللي انت بتدور عليها اللي كلت الجلاس ودوبت قلوب الناس وبيدها. احنا اتكلمنا عن سامي كتير، كلمني عن نفسك عن احوالك. هقول لك عن احوالي بعد اللي شفتي بعينيكي، ادي حياتي وادي حالي، هخبي ايه تاني عليكي. ازاي تعيش بالشكل ده؟ ما اقدرش اعيش الا كده. فاكر لما شفنا بعض في اول مرة؟ ايوة فاكر. لا مش فاكر شيء بالمرة. كان حلم جميل. وعديدي لسه عايش فيه. كان حلم جميل. نسيت وانت كمان نسي، وانت كمان نسي. انسى لوحدك اما انا عمري ما انسى اللي مضى. عندي سؤال. اتفضلي. تسمح تجاوبني؟ قوي. تقدر تقرالي اللي في قلبي وتقولي عليه؟ مكتوب فيه واحد بيحبك وانت تحبيه. والشخص ده موجود هنا؟ بالطبع لا. انت كذاب، دايما تنرفزني كده. يمكن يكون واقف على الباب. ده شايفني وانا شايفاه، وفهمني وانا فاهمه، من غير ما تقولي عذرك انا شفته. قلبك محتار بين صاحبك وخطيبته، لكن يا محسن انا خايفه تكون بسببي متألم. أنا أشكرك على الألم ده. أنت فاكرة الجلاس اللي كلتيها؟ مش كانت باردة؟ حياتي كانت كده. وفاكرة لما دابت من حرارة شفايفك؟
حياتي من ساعتها بقت كده. انا مندهش ازاي كنت عايش من غير ما اعرف حرارة الالم. ولقيتني عايش بين قلبين تعاودوا من قبل الاتنين. امرضت شفر بين املين واكون سبب في عذاب حبيبين. ولقيتني عايش بين قلبين تعاودوا من قبل الاتنين. مرضت شفاق بين املين واكون سبب في عذاب حبيبين. ضحيت بغرامي ونصيبي واخترت آلامي وتعذيبي. وآلامي هي اللي حتفضل من حبي بعد الحرمان. واللي مسهرش ولا تألم عمره ما يتسمى إنسان. بعد كده هنيجي للختام. الختام بقى اللي هو احنا خدنا خلاصة الحب ده كان مصدره ايه؟ حتة الجلاس اللي كلتها ودابت في بقها ودوبت قلبي معاها، وعملنا من هذا الجلاس اغنية اللي هي اقولها: يا جلاس الشوق فضبي وطول. يا جلاس الشوق فضي وطول، يا جلاس الشوق فضي وطول. يا ما دوبت معاك وانا مش داري، يا مسبب النار من الاول دلوقتي بس طفت ناري. يا جلاس من ساعة ما شفتك دوبت بشفايفها بغير منك. يا جلاس من ساعة ما شفتك دوبت بشفايفها بغير منك. دلوقتي أنا اللي حنوب عنك واكشف عن حب المدار. يا بسبب نار من الأول دلوقتي بس طفت ناري.
حبي ومش طايل. انا عندي دواء، انا عندي دواء الجراح، والليل وباختي لكن مايل في ايديا هنا، في ايديا هنا الجراح الجراح. ده انا ياما تشوف فضي وطول، وانت اللي طفيت يا جلاس النار، يا تسافر النار من الاول دلوقتي بس هاخد